امين الشرطه اللي انتوا شفتوه ده اللي اسمه الديهي ده، مش عارف جاي من انهي داهيه، ده امين شرطه كان شغال في تركيا ومعاش الايام دي ولا السنين دي هناك، ولا يعرف حاجه خالص. يعني ما عندوش فكره عن اي حاجه غير انه يطلع يشتم ويعمل. ده اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه ايه؟ هشام عبد الله. اسمه هشام عبد الله، ده كان ممثل فاشل، وانا طبعا نعم فاكرينه كان بيقول على الاخوان زمان. طب تعال نشوف. الافراج على المعتقلين ومحاكمه الفاسدين وعدم اخوانه الدوله. الرئيس مرسي اساسا يعني ممكن يبقى رئيس سوبر ماركت، رئيس شركه صغننه كده، انما مصر كبيره قوي عليه هو وجماعته. انا بعتقد انه راجل مهزوز لانه اتحط على كرسي اكبر منه. بس انت مين اللي مضايقك؟ انا متصل بالراحه. ها؟ مضايقك ليه؟ والله ما حد محفظ الكلام ده، واقسم بحق جلال الله ان كل طفل في مصر من كتر ما هو شايف قدامه بيكرهكم، بيكره الاخوان، بيكره الدم، بيكره الظلم، والجيل ده هو اللي هيحرر مصر ان شاء الله. بقول محمد مرسي ده هشام عبد الله اللي في تركيا، اللي من الاخوان دلوقتي بيقول انه محمد مرسي لا يصلح الا ان يكون رئيس سوبر ماركت. طب والله انا يعني بكل صدق، والله صعبان عليا، والله العظيم صعبان عليا، والله انا شفته دلوقتي فعلا لا يستحق ان انا ما اتزعش يا ابن الفيديوهات التانية. يعني كان في فيديوهات تانيين وهو قاعد يعني في احضان رقصات وغيره، والله ما تزيع، لانه والله العظيم، والله العظيم بجد انا بكلمكم بمنتهى ال 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 البساطه، انا الولاد صعبانين عليا فعلا، صعبان عليا. يعني ايه اللي رماك الرميه السوداء دي؟ انت فاشل في مش لاقي ادوار وغيره، محمد ناصر كان قاعد على قهوه برضه مش لاقي يكتب سيناريو، مش لاقي ياكل يعني، فهتلاقي يا اخي ربنا يفتح عليك في مجال تاني، لكن انت ايه اللي رماك الرميه دي تروح هناك عند، وهترجع تاني، هترجعوا تاني بس خلاص ربنا يهديكم.